اسمي مروة طه من كفر كنا، العمر 30 سنة، أم ل3 أطفال. أنا بشتغل حاليا صاحبة بيت ضيافة بكفر كنا. إحنا استأجرنا بيت وعملنا غرف للسواح اللي بتيجي بتنام بكفر كنا. إحنا في عنا إشي زي مصطلح تقليدي إنه المرأة إذا طلعت للعمل يجب إنها تروح مع أولادها، يعني بترويحة المدرسة، يعني مفضل المعلمة كعربية وكست بيت إنها تشتغل معلمة. بس اليوم لا، اليوم صار كثير نساء تشتغل، تروح العمل تشتغل صباحا ومساء وليلا، لأنه اليوم الحياة بحاجة إنه كمان المرأة تشتغل. أنا بحكي للنساء بشكل خاص، ما تضلك بالبيت تستني تيروح الولد من المدرسة أو جوزك من الشغل. عيشي حياتك، اطلعي برة البيت، اشتغلي، استقلي، اعرفي حالك وورجي كيانك للناس لو بأبسط الأشياء. ما تخلي، ما تحبسي نفسك داخل البيت وداخل المجتمع.